فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أجرت سيارتي على شخص لكنه لم يعطني قيمة الأجرة، هل يجوز لي؟ لم يعطيه قيمة الأجرة أو لم يعطيه الأجرة؟ يقول: لم يعطني الأجرة. أي يقول: هل يجوز لي أن آخذها منه بالقوة؟ بالقوة؟ نعم يا أخي، عندك محاكم وعندك إمارة وعندك إيش تقول؟ نعم، بالقوة يمكن أنه أقوى منك بعد يضربك، فعندك الحمد لله عندك الإمارة ومحكمة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.